ايه بقى حكم بقى قراية الفاتحة ونقرا الفاتحة ولا ما نقراش الفاتحة بقى والكلام ده؟ قد يوافقني البعض وقد يعترض على كلام البعض، والكل فوق العين والرأس. البعض قال إن الفاتحة بدعة، قراءة الفاتحة بدعة ما عملهاش النبي. أقول له هل كل ما لم يفعله رسول الله بدعة، أو كل ما تركه رسول الله بدعة؟ اللي بيقول كده هقول له ارجع لرسالة الغماري رحمة الله عليه في كتاب حسن الفهم والدرك لمسألة الترك، وارجع شوف بيقول ايه. يقول لك والترك ليس بحجة في شرعنا، لا يقتضي منعا ولا إيجابا. وشوف بقى بيقول في مسألة الحاجات اللي تركها النبي. وبعضهم قال أمر مستحب ليس بدعة، أو بيقول لك يجوز قراءتها عند عقد الزواج. تمام كده، إن المسلمين سلفا وخلفا استحبوا قراءتها علشان طلب التيسير، قضاء الحوائج، إنجاح المقاصد، في استجابة الدعاء، ولها من الخصوصية لا يختلف على هذا أحد. الله قال ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، اللي هي ليه الفاتحة. حتى ابن المبرد الحنبلي المتوفى سنة 909 هجرية رسالة حلوة قوي، بيقول في كتاب الاستعانة بالفاتحة على نجاح الأمور، وصدر هذه الرسالة بكلام لعطاء ابن أبي رباح يقول إذا أردت حاجة فقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختمها تقضى إن شاء الله. يبقى لما نرى الفاتحة ما فيها حاجة للبركة، لحصول البركة، هذا لحصول البركة. عايز تاخد برأي اللي بيقول ده براحتك بقى، لكن أنا في أدلة اهو. وعطاء ابن رباح قال إذا أردت، والله قال لقد آتيناك، أي حاجة أنت حابب أن ربنا يبارك لك فيها، ومش هتحتاج البركة في حاجة أحسن من كده، إنك بتبدأ حياة زوجية. نقرأ الفاتحة ببركة الفاتح، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اهدنا الصراط المستقيم. والحديث اللي هو قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، بعض العلماء احتج بهذا الحديث على أنه ما قرأ أحد الفاتحة لقضاء حاجة وسأل حاجته إلا قضيت. فرجاء نراعي كلامنا، نراعي عدم الخلوة، البنت لا تكشف شعرها ولا تضع مساحيق المكياج ولا تلبس قصير، تبقى محتشمة قدام خطيبها، تبقى محتشمة قدام خطيبها. لأن لما ربنا سبحانه وتعالى قال ولا يبدين زين، آية رقم 31 سورة النور، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هي خطيبتك واحدة من دول؟ لا، خلاص يبقى لا تبدي الزينة إلا قدام زوجها، أبوها، أو آباء بعولة أبو زوجها، أو أبناء ابنها، ابن زوجها، أخوها، نسائها زيها. خطيبك مش ده، فما ينفعش تظهري قدامه إلا وأنت محتشمة. حتى لو جاي البيت يبقى لا تسلمي ولا تتكسري في الكلام ولا تخالفي شرع الله عشان ربنا يبارك لك، وانت كمان ساعدها على ده عشان تبدأوا حياتكم صح، وربنا سبحانه وتعالى يبارك لكم. الإنسان لما يلتزم على قدر عفته وحرصه قبل الزواج يرزق بالسعادة بعد الزواج.